I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. So shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now movie star money making everybody act out, hey. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call. السلام عليكم شباب، مقطع جديد. تمام، في هذا المقطع راح أوريكم أفضل إعدادات لكود مودرن وورفير. راح أقول لكم عن إعدادات الماوس والكيبورد. مثل ما تعرفوا يعني ببساطة، تروح مكان الكيبورد والماوس. نتكلم أول شيء على الماوس سنسيتيفيتي. الماوس سنسيتيفيتي هذه أنت أبدأ أحطها من 5 إلى 6. حطها من 5 إلى 6 وقربها، أدخل البرايفت جيم وشوف سريعة وبطيئة. إذا بطيئة قصها شوية، وإذا سريعة عليها، يعني ما في أي مشكلة. بس أبدأ من هذا 5 أو 6 يفضل يعني. وهذا كله أحطها 1 طبيعي. وبعدين معك الايم داون سايت، هذا هو لما تايم انت حطه على الليجازي. بعد ما تحط الادفانس كمان حطه 1 1، ولا الادس اللي هو الايم حطه هذا جرادوال. الانفيرت ماوس لوك حطه ديسابل طبعا اكيد. بعدين الماوس هذا اكسلريشن حطه 0، ماوس سموثينج 0، ماوس سموثينج ديسابل. نروح مكان الموفمنت طبعا نحط الاولى تاب توغل. هذه افضل تحط لنا انيبل، واللي وين اللهم صل وسلم بارك عليه اوتوماتيك ايربون حطها انيبل افضل. انيبل افضل عشان ما تتعب تطلع الباص الاشياء، فحطها انيبل احسن يطلع على طول الصوره. وهذه التوغل اوتوماتيك سبرنت على حسب، انا حطيته اوتوماتيك يعني على طول يركض، فانت حطها احسن اوتوماتيك يعني صراحة. حطها اوتوماتيك راح تنفع، او حطها كمان اوتوماتيك تكتيكال يعني يجري على طول سريع. وفي القرية العادي، القرية العادي اللي هو الاوتوماتيك سبرينت، هنا حطه انيبل باراشوت اوتو ديبلوي. اذا تبغى الباراشوت لحاله يطلع حطه انيبل، ما تبغى حطه ديسابل، هذا على كيفك. هول تيوز هذي حطه ديسابل. وبعدين هنا انت اختار الحروف طبعا ايش اللي يناسبك، وهنا حطه مكان الويبنز الأسلحة والمعدات. حط الأول إنيبل. كمان سويتش ويبن مينيمم ديلي، الناس أكثر المحترفين يحطوها 60، وما له فائدة كثيرة أو ذا، بس أكثرهم يحطوها 60. فأنت حطها 60 وقربها وإن شاء الله تشوف. فقرب هذه الإعدادات أولا، من أهم الأشياء. فهنا ويب حق الماونت أكتيفيشن تحطه دبل تاب أدز، هذا أفضل شيء. هذا حطه انيبل. والويبن ماونت اكسيد ديلي حطه 100 طبيعي. ايم داون سايت بيهيفري هولد، شينج زوم حطه الاولي، والاكمن بيهيفير حطه هولد. بعدين هنا الفاير ويبن هذه على انت كيفك، وين تبغى تطلق وين تبغى تايم، هذا انت كيفك يعني، ما له اي اهميه. راح نروح على الجنرال، فهذا للبي سي. ففيلد اوف فيو حطه 100 عشان تبان لك الشاشه بشكل اوسع. بعدين حط الاس فيلد اوف فيو، تقدر تحطه، انا حطيته اندبندنت. فايش الفرق بينهم؟ انه الاندبندنت يكون كذا يعني السلاح يبان، فهمتوا كيف؟ اللي حطيته الافكتد السلاح يصير كانه مغشوش تركز على العدو. ففرق شويه، بس انت شوف ايش اللي يناسبك. عندما انا حطه اندبندنت، برايتنس حطه 50، والهوريزونتال هذا اذا تبغى الاشياء تكون صغيره اللي في الاداء اسمه صوره الاسلحه صوره كذا، فانا حطها 100 غلط. فتقربوها حطها مثلا عند 20 وكذا، شوف الاشياء صغرت مكان الاسلحه، الخريطه تصغر يمكن كذا، فهمتوا كيف؟
وبس. وهذا حطه ديسابل، ما يحتاج يقول لك الانترو كل ما تدخل اللعبة. هذه التوت ليبس حطه ديسابل، والسبتايتلز كمان حطها ديسابل، والكلر بلايند انا حطها على هذا، فهذا يعطيني افضل رؤية. والكلر بلايند تارجت حط لنا بوث وبس. الميني ماب حطه سكوير، السكوير يصير افضل من الدائرة، يعطيك نواحي اكبر من الدائرة، فهمت كيف؟ والميني ماب روتيشن حطه انيبل، حلو جدا. ليتر تبغى حروف او ارقام، انا حطها على الارقام افضل وبس. تكشات تقدر تحطه انيبل ديسابل، هذه اعدادات تعتبر عليك وبس. الفريم ريت اذا تبغى يطلع لك الاف بي اس والبينج والباكيت لوس من هنا، من هذه الجنرال تروح وتحطها بس. نروح اعدادات الجرافيكس، طبعا حطها فول سكرين يعطيك افضل اداء الفول سكرين. وبعدها اختار الشاشة، اذا عندك شاشتين مثلا زي عندي، انا عندي شاشتين سوني وعندي الجيمنج، فانا حط على الجيمنج طبعا. وهنا اختار الكرت، بس اكيد عندك كرت واحد. وهنا اختار كم الشاشة حقتك، فانا مثلا الشاشة حقي اقصى شيء 165 اف بي اس، فاختار. لا تحطها انليميتد، حطها اختار، هتحطها مثلا وين؟ ما في هنا، اوكي بس يلا حطه اختار هنا. وهذا حطه 100، لا تحطه عالي، حطه 100 طبيعي. هنا اوتوماتيك، هذا حطه ديسابل، طبعا حطه ديسابل ضروري. كاستوم، ايوه كاستوم، اذا تحطه انليميتد حطه كاستوم، اختار من هنا تمام. وهنا مثلا انا حاط انه في الجيم بلاي بحطه 165، في الجيم بلاي يعطيني 165 على حسب الشاشة حقي. مثلا مينيو، لما تكون في المينيو هنا انا حاطه على 60 عشان ما ياخدش من الجرافيك كارد طاقة، فهمت كيف؟ لما اكون في المينيو كذا مع الشباب قاعد وكذا اتكلم، ما احتاج استخدم فريمات عالية، فالفريمات عالية في الجيم بلاي بس، فاحطه 60. نفيديا هايلايتس حطه ديسابل. هذه اعدادات جديدة موجودة فقط في ال RTX 3080 اللي هي معي، فحطها انيبل بلس بوست. اخر حاجه هذه تعلم الفريمات في جاما، حطها ار بي جي طبيعي. وبعدين اجينا لل جرافيك كاردز او الديتيلز والتكستشرز، فحطيت الاول لو لو هاي انيبل ديسابل انيبل نورمال، هذا يعطينا اف بي اس مره خرافي، ما يحتاج اعدادات تكون عاليه اصلا اذا عندك الكارت ضعيف. الشادو اكيد لو، وين الكاش ديسابل ديسابل لو، وين ديسابل، هذا الار تي اكس ديسابل ما احتاجه كثير، بس راح اجربه في الجيم واعطيكم عنه ايش الفايده. وال هذا ديسابل، واللي بعده ديسابل، هذا اوف ديبت اوف فيلم ديسابل، فيلم اكسترينج انا حاطه فول، وورد هذا الموشن بلور حاطه كمان ديسابل ديسابل 00. بعدين او بتنسي حط ابلاي، هذه افضل اعدادات راح انت جربها، جربها خاصة ان عندك جرافيك كارد مش يعني مش قوي مرة، راح تناسبك بقوة. فان شاء الله كان المقطع مفيد، واذا في اي تحديثات للاعدادات وكذا ان شاء الله راح انزلها وبس. يلا السلام. We'll be right back.